إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، صلة الإيمان أقوى الصلات، رابطة الإيمان أعظم الرابط، أخوة الإيمان أخوة صادقة. فصلة الإيمان لا انفصام لعراها، صلة لها جذورها في قلب المؤمن، صلة منطلقة من الإيمان الصادق، من الإيمان الحقيقي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أجل، إن أخوة الإيمان أخوة دائمة في الدنيا والآخرة، أخوة قامت على الإيمان الصادق، فهي الأخوة الثابتة التي لا تنفصم عراها، وهم يوم القيامة أولياء بعضهم لبعض. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صلة أقامت على غير الإيمان فإنها صلة وقتية تنقضي بانقضاء موجبها ومسببها، أما صلة الإيمان فهي الصلة الثابتة، إذ هي قائمة على أساس من الإيمان بالله ودينه. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا ذكر عباده المؤمنين بهذه الصلة ممتنا بذلك عليهم، قال تعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أيضا جل جلاله مبينا لهم أخوة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وأخبر جل وعلا ما بين المؤمنين من ولاية صادقة، من موالاة صادقة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيها المسلم، صلة الإيمان وأخوة الإيمان رابطة الإسلام قامت على أنقاض الجاهلية التي بنت صلتها وقرابة صلتها وأخوتها على أنواع، بنت صلتها وأخوتها على أخلاق الجاهلية، صلة النسب أو صلة النسب أو علاقة الوطن أو اللغة أو الجنس. والإسلام أقام الصلة الحقيقية على الإيمان وحده،
هو الذي أيد به وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أخي المسلم، لأجل هذا فللمؤمن على المؤمن حقوق، للمؤمن على أخيه المؤمن حقوق أوجبها عليه الإيمان الصادق. فمن أعظم الحقوق محبتك لأخيك المؤمن في الله ولأجل الله، وتلك المحبة الباقية لم تقم على ماديات، لم تقم على مصالح شخصية وأغراض دنيوية، وإنما هي محبة لمؤمن آمن بالله ورسوله والتزم شرع الله فأحببته على هذا المنهج خاصة. وتلك المحبة الإيمانية الدالة على صدق الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد أحد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قال: ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. فأخبر رضي الله عنه أن عامة قوة الناس قامت على الدنيا المحضة، وهذا لا يجدي ولا يحقق خيرا، لأن من أحبك لأمر ما فسيبغضك عند انقطاع ذلك الأمر، أما من أحبك لله وفي الله فتلك محبة باقية بتوفيق من الله. أيها المسلم، ومن حق المؤمن على المؤمن، من حق المؤمن على المؤمن نصيحته له عندما يشعر منه بخطأ، وعندما يرى منه مخالفة في الأقوال والأعمال. فمن كمال محبته لهذا المؤمن أن ينصحه نصيحة صادقة من قلب مليء بالرحمة والشفقة والحنان على هذا المسلم، والسعي في الحيلولة بينه وبين الوقوع في عذاب الله. فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، لا يرضى له بالزلل، ولا يقره على خطأ، ولا يفرح بنقصه، بل يهتم بأخيه المؤمن، يبدي له النصيحة في ذات الله نصيحة فيما بينه وبينه، يصلح بها أخطاءه، ويقيم بها معوج من سلوكه، ويوجهه للطريق المستقيم. كلما رأى في أخيه عيبا بادر بالنصيحة، بادر بالتوجيه، بادر بالترغيب والترهيب، بادر بالسعي في إنقاذه من عذاب الله.
لا يرضى بأخطائه ولا يقره على مخالفاته، مهما كانت تلك المخالفات فهو يحب له ما يحب لنفسه، فكما لا يرضى لنفسه بالمخالفة الشرعية فهو لا يرضاها لأخيه المؤمن. وفي الحديث الدين النصيحة، قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. والناصح لا يفضح ولا يشهر، ولكن يكتم ويسعى في الخير جهده، هذا خلق المؤمن حق. غير المؤمن شامت وناشر للخطأ ومشيع للفاحشة وفرح بالنقصان، نسأل الله العفو والعافية. من حق المؤمن على المؤمن ستر عورته فيستره إذا كان هذا الستر يردعه عن إجرامه، فإذا اطلع على خطأ منه ستر عورته بعد النصيحة، فلا ينشر الأشهاد ولا ينشر خزيه، ولكن ينصح ويستر ويحب أن لا يستجيع الفاحشة، مخالفا لأولئك الذين يفرحون بالأخطاء ويشيعون الباطل. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من حق المؤمن على المؤمن تنفيس كربته وتفريج همه وتيسير عسره بما قدر ما يمكنه، فذاك من حق المؤمن على المؤمن. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة.